نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا وحوارا مجتمعيا بقرية شعبة تابعة لمركز دسوق لأهالي وقرى وعزب وتوابع مركز دسوق. يهدف الحوار المجتمعي إلى الاستماع لآراء ومقترحات الأهالي بمركز دسوق حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات في المرحلة الثانية. حصل النهارده هو اساس دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ننطلق لاهلنا داخل القرى وداخل النجوع وداخل العزب، وهو ده اللي احنا فعلا هنحاول نعمله وبكل صدق وبكل امانه. احنا كمسؤولي حياه كريمه او كمنسقين او كمتطوعين على الارض هنحاول ننقل نبض اهلنا علشان فعلا حياه كريمه توصل لكل مواطن على الارض، وهو ده هدفنا. مبادره حياه كريمه هي مبادره لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها علشان الحياة الكريمة توصل لأهلينا في القرى. ويعني إحنا قدامنا يمكن في الحوارات المجتمعية كنا بنتكلم في مطوبس عن حلم وأهالينا ما كانوش شايفينه بعينيهم. النهاردة إحنا بنتكلم في دسوق عن حياة كريمة وبنقول لكل أهالينا إن في مطوبس اتحقق الحلم ده، وإن شاء الله بإذن الله الدور جاي على الأربع مراكز اللي موجودين في المرحلة الثانية. والحمد لله رب العالمين، ربنا مانن على كفر الشيخ بأربع مراكز دخلوا حياة كريمة، وإن شاء الله بأمر الله ربنا يكرم ونكمله بعد كده في برنامج حياة كريمة. بنشكره المسؤولين عن هذا الأمر، لأن بصراحة بينقلوا البلاد من البلاد اللي هي كانت منعدمة خالص من الصرف الصحي، من المية، من الغاز، إلى عمل كل حاجة تهم الفرد المصري.